سيد قطارات إفريقيا بسرعة 320 كيلومتر في الساعة يربط بين قطبين اقتصاديين طنجة والدار البيضاء خلال ساعتين فقط بدل 5 ساعات. باعتماده الطاقة النظيفة يعمل هذا المشروع على تحفيز الابتكار والحداثة والتقدم في قطاع السكك الحديدية وتوفير سبل الراحة للمسافرين. والشعب المغربي كله فرحان بالبراق، هذا شيء عالمي، راه عالميا الصيت ديال البراق في العالم، ماشي احنا اللي تنقلوها. 35 ميت من هذا الكازا، 35 ميت راه ماشي شي حاجه مقارنه مع ساعتين تقريبا، ساعه ونص ساعتين افون. البراق مزيان معتبر، كنمشي فيه وكنجي الحمد لله، كل شيء مهدي، الله يخلي لنا ملكنا والله يخلي لنا شعبنا. نوفيل تكنولوجي الحمد لله عندنا في المغرب، اللي كان هي الاولى زعما من النوع ديالها في افريقيا. عندنا ساعه و10 دقائق من هنا لطنجة، شحال هذه كانت 3 ساعات ولا 4 ساعات. قطار البراق فائق السرعه سيختتم العام الحالي بنقل اكثر من 5 ملايين مسافر بمعدل 28 قطارا يوميا. الدور الفعال اللي لعبوا لا في تقريب المسافات، لكذلك في الانعاش جميع يعني المجالات الاخرى، منها السياحيه، منها الاقتصاديه او الاجتماعيه. اذا بهذه المناسبه هذه حنايا خصصنا واحد العرض مغري للمسافرين، ديال وضعنا 5000 تذكره بثمن 50 درهم فقط. عهد جديد من الحركية المبتكرة أحدثها البراق، ما يحفز جاذبية المملكة ونموها الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. براق المغرب أثبت نفسه عاما بعد عام كرمز للتنقل المستدام وناقل للتغيير، أعاد تشكيل منظومة السكك الحديدية ببلادنا، مشروع ملكي ضخم أعطى دفعة غير مسبوقة لمختلف القطاعات.